ما حدش عكرني، سيبوني قاعد بأدبي. مع السلامة يا زباب. ألف سلامة زرفته ونزده، وبيسلمولي على كفاءة. كفاءة دي تبقى أمك، عشان هو اللي قال لي ادب. يا يا زغراء. طب انا قاعد اهو بالادب. والله العظيم يا عبده لو ما اتلميت هجيب لك الزرطه. الزرطه؟ الزرطه؟ هجيب لك الزرطه. 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 تعرفش الزرطه؟ الزرطه عارفها. الزرطه اللي في خدمه الزعب. كمان بوظ الشعب. قال الزرطه. روح 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 روح. روح يا ابو زرطه روح روح. عم ده ما بعرفش يتكلم يا عم. انا ما بعرفش اتكلم. الزرطه. ممكن اشوف شغلي؟ زوف. الزرطه يا. روح روح جيب لي امين زرطه. قال اروح. قال الزرطه. يا ابني انا لغايه دلوقتي زار العيش والملح. واقفين في فرن احنا. الزرطه. مش عارف يتكلم. والله العظيم. 122 إيه؟ الزرطه. خلاص اقدم بقيه الفقرات. اقدم زي دادي. 25 يناير. ايه ده؟ عيد الزرطه. لا بقول لك ايه، ما تورطنيش جنبك. انا يا عم اتكلمت. بتقول بقول معاك. هو انا قاعد ساكت. طيب زي دادي يعني زي دادي. ابو زرطه الزكاره. مش فرح يا معلم وبنغني عشان خاطرك. هو مش فرح وبنغني. طب ماشي اما تيجي فقرتك. طب يا عم مش هتكلم، جزمة قاعد اهو. مكحز. زي دادي يعني زي دادي. والان وبعد عودة الزيد العريس والزيدة العروسة من رحلة العلاج في الخارج على نفقة الدولة. طب ليه ما راحوش مستشفى الزرطه؟ يا عم ما تقعد في حته بقى. ابطحك يا زافي. اكتم الله. والله الابطحك. لو جينا طب لو راجل تعالى. يا عم انت لو راجل تعالى هنا عشان اشرحك. بقى لو راجل يجي في منطقتي. ما تقعد في حته ناشفه بقى. لو انت هتشككني ليه في الكرسي؟ بس عيب بقى. خلاص بقى. انا فرح ناس عيب اختزي.